اقتربت ساعة الحسم في قضية مجزرة بورسعيد والتي شغلت عقول المصريين على مدار عام كامل. ومع اقتراب يوم النطق بالحكم حشدت رابطة ألتراس ديفلز أعضائها في 17 محافظة ومدينة، حيث بدأت التجمعات بجميع المحافظات في تمام الخامسة عصر الخميس الماضي، وقاموا بتنظيم سلاسل بشرية في الشوارع الرئيسية حاملين لافتات معلنين فيها القصاص أو الفوضى. وبعد ساعة قاموا بتوزيع بيان في الشوارع يناشدون فيه المواطنين بضرورة الحضور أمام أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة بالتجمع الأول لدعمهم، وهو الأمر الذي لقى قبول وتعاطف الجميع. ثم انطلقوا في جميع شوارع المحافظات مشددين على ضرورة تحقيق مطالبهم من أجل الاستقرار لمصر، مهددين بالتصعيد قائلين في هتافاتهم: اليوم نتحدث بسلمية، أما غدا لا تلوموا علينا.